وبعدين تقول سبحان الله اول ما تطلعي لي قول له اول ما تجيلك الاعراض الاولى يا حبيب اخوك وتبقى عارف ان هي دي خد الالبدامين هيقوم طالع على طالع لي تقول الله ده هو عنده هارد ريستريكشن لا لا مش هيشتغل هنا ده هو على ما يوصل على ما ياخد ساعه ويروح للدنيا فانا يبقى الصح انك تعمل شرطين في الالبدامين تاخده في الاستاج الكبرى عشان توفر على العيال بتاعك بدل ما تستنى يجي له صداع وبعدين ترجع تدي له الدواء بعد كده وليه وليه من الاول وبعدين خد بالك اما بيجي الصداع بقى والبيتازولايد في القرف ده بيبقى الدواء مش افكتيف قوي يعني ايه هو الصح تاخد البدري للمرحله دي عشان يلحق قبل قبل ما المشكله تحصل انما لو حصلت المشكله هو برضه هيشتغل بس هتحتاج هاي دوز ومالهاش نفس طب وناخد معاه ايه هنا؟ صح؟ طيب افرض اللي عنده صداع ده خد الايفوتامين وما راحش الصداع والخطوبه تاني طب ما راحش كل خطوبه تاني انت مسموح لك بست راس في اليوم ست راس طب افرض ان في ناس بقى بتقول ايه وري وري يعني يوم جاي له صداع واخد بالاثنين مع بعض مرسين بدبل يعني تك 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 طب ما هو يا حبيبي اخوك الدواء بيعمل فازو ايه؟ بيعمل فازو ايه؟ عندنا قاعده اثنين ان مفيش دواء في العالم يفضل سيلكتيف لو زودت الدوز زودت الدوز يابا هيبقى الفازو كونسبشن في كل جسمك هيعمل لك هيبرتنشن مش بس كده ده ممكن يخنق البلاد فيزل اللي في اي حته اللي من ضمنها صوابعك ويعمل لك فازو كونسبشن وصوابعك تحصل لها تزرق وتغرق والدم يبقى مشكله وحصلت في امريكا كتير عينين بيدخلوا العنايه المركزه كل شويه بسبب الاسراف في هذا الدواء اللي اسمه الفيتامين فبنحذر الناس نقول لهم انت مسموح لك ماكسيمم بكام؟ هو القرص فيه 1 ملي جرام انت غير مسموح لك باكثر من 6 ملي جرام بالكيلو اكثر من كده تدخل بقى في مشاكل ويستحسن يعني البعد عنها غنيمه يعني ماشي الحال يا شباب؟ طيب انا لسه في الصداع برضه انا لسه في مش عايز مش هسيب الحته دي انا بخلصها كده الدواء ده ينفع خلاص تمام وشوف مشروطه طب قبل امريكا قد ايه بقى الارض بقى؟ الدواء ده هجيب وطالع من الفلتر وبتاع وكلام فارغ هنعمل احنا دواء جديد عيله جديده اسمها ايه؟ عيله التريبتان انا لسه هتخاف عن فرق الصداع هنعمل عيله اسمها التريبتان عمل الدهوات كتير قوي عملوا حاجه اسمها سوما تريبتان سوما سوما اظن تريبتان وزولي تريبتان جوزها وعملوا لارا تريبتان ولارا تريبتان حاجه اسمها تريبتان بس مع الرجاله الاثنين بس سوما جرانو فيز اللي قرصين بأربعة في السنين قرصين بأربعة مثل ما فيها قرصين بأربعة في السنين لأن أمريكا اللي عملت لك جديد ودواء يعني إيه ما طب إيه أمريكا فرق بشوف قصته إيه يعني هو ليه بأربعة في السنين جنيه وليه يفرق عن الدواء بستة جنيه في الفيتامين قالوا أصل ده شغال بنظرية مبتكرة ده بيروح ينبه في المخ ريسبتورز خاص جدا اسمه سيروتونين طيب 1 بي و 1 دي بينبه انسى بقى ارجل انسى خالص ده قصه ثانيه بقى ده موضوع ثاني ده بينبه دوم طب يا باشا هو السيروتونين له كام ريسبتور عشان نفهم قالوا ما تسالش السؤال ده عشان ما ايه ما تزعلش قال السيروتونين له حوالي 70 كلهم مترسمين صفايه السيروتونين كل واحد فيهم هو لما يجيب حد عندنا في الماجستير بيقول لي اي حد بيجيبكم فارماكولوجي اي حد يدخل البيت عندنا اما حاجه ما خافيش جنب الحيطه ولا اجيب لك سيره تدور من الامتحان كده اهو يقول لك طب هات ويدخل الامتحان بعد السؤال جاي وينساه 70 كل واحد فين بقى ويصطى ايه 1 بي في منه 1 بي بقى 2 الفا 1 بي 2 دلتا يا خراب الخراب المهم الدوائر دول بينبهوا الاثنين دول وخلاص حلو يا باشا بص بقى لما الدواء ينبه السيروتونين في البرين السوماتريتان ده 1 بي ركز الكلام اللي عندك بقى ده في كده فغرسها شوف بقى الحته اللي عندك دي هتشطبها وتكتب منها جزء. دي من غير اللي هي الحته بتاعت ايه؟ الكلام اللي تحت الكلام اللي تحت السوبر ترتان كله. استنى يا باشا استنى. انت عندك سوبر ترتان خد العنوان والكلام اللي تحت وبعد خط كده واكتب الهوا. ماشي؟ اكتب الاولاني. السوبر ترتان والزوج ترتان الاثنين بينبهوا 5 اتش تي 1 دي و1 دي. يعني الكلام اللي تحت الكلمات اللي هو 1 دي بس. 1 بي و 1 دي اول معلومه اثنين زي بعض مش اثنين زي بعض بينبهوا 1 بي و 1 دي ماشي ثاني معلومه في اي جنب كده لما بينبه ال 1 بي بيعمل سيريبرال فازو كونستريكشن لما بينبه ال 1 بي بيعمل سيريبرال فازو ليه عايز تمام ماشي ولما بياخد سهل كده لما بينبه ال 1 بي بيقلل الريليز اوف انفلاماتوري ميدياتورز. تاني؟ هو
بينبهوا اثنين ريسبتور. واحد لما بتنبهه بيعمل فازو ريستريكشن، والثاني لما بتنبهه بيعمل فازو بيقلل الريليز اوف الميدياتورز اللي عامله المشاكل، اللي كان من ضمنها الباشا كالسيتونين جين ريليتد سايت اللي عامل الاختلاط. ماشي الحال يا باشا؟ كتبت المعلومه دي؟ كتبتوها؟ ليه ما كتبتهاش كده؟ اقولها لك ثاني. اما بتنبيه 1 دي بتعمل التريد اون بار، اما بتنبيه 1 دي بتقلل الريليز اوف انفلاماتوري ميدياتورز، وبين قوسين تقول اي جي سي جي ار بي اللي هو كالسيتونين جين ريليتد. ماشي؟ ماشي الحال؟ كده ايه رايك؟ ما انا بقول لامريكا طب ما الدواء ب 6 جنيه ما كان بيعمل سيرو ولا وزن ريستريكشن. قالوا بس ما كانش بيقلل الريليز اوف ايه؟ ده احسن. تاني حاجه الدواء القديم كان عشان يوصل للبرين عايز ساعه، الدواء الجديد في 10 دقائق تبلع الفرصه 10 دقائق ايه ده؟ يروح على طول يروح على البرين ويعمل لك الليله دي، يقلل الترانسميتر اللي عمل بين ويعمل فازو ريستريكشن في 10 دقائق. طب كم واحد بيستجيب؟ وده رقم بيجي حاطينه في الكتاب، من كل 100 بياخدوا الدواء 85% الصداع بيروح في خلال ربع ساعه. 85% يعني نسبه نجاحه كام؟ 85% امتياز اهو، جاب امتياز. عشان كده الدواء غالي اشطر منه، اشطر منه. حاجه و90 يا عم 93 اي فرق؟ ما كنتش غلطان يعني. طب ما ممكن يدي القديم معاه كورتيزون مثلا؟ كورتيزون عشان يبقى انتي انفلاماتوري. لا ما هو خد بالك، اصل انت كده عايز تدي القديم. لا ما كده ما عادش ينفع، كده ما عادش هينفع، لان يعني نص الحصه فات تقريبا وانا مش عايزها. اقعد افتح بس. وانت جبت كورتيزون انت بتشتغل على الاستلامات اللي جيت معاك، وبتدي ايربوتامين علشان يعمل فازو في الاستريكشن. بس ما هو انت برضه ده ما زال بطيء، ما زال بطيء اللي هو الايربوتامين، ما زال عايز تديها في الاورا وتدي معاه كافيين، يبقى انت هتدي كده ثلاث ادويه. ثانيا السوماتريبتان والزولمتريبتان، ودي ما كتبتهاش في الكتاب، لما بيشتغلوا على ال1 دي ريسبتور مش بس بيقللوا الريليز اوف انفلاماتوري ميدياتور، بيقللوا حاجه اسمها انفلاميشن اوف ترايجيمينال نيوكليس. انتوا سمعتوا حاجه اسمها ترايجيمينال نيوكليس؟ اللي هو بتاع العصب الخامس. قالوا المرضى الصداع النصفي جزء من الالم الشديد اللي جاي لهم جاي نتيجه ان الترايجيمينال نيوكليس ملتهبه في البن، ومش عارفين ملتهبه ليه، مالهاش علاقه بالسيروتونين. وجد ان الدوايين دول بيقللوا التهاب الترايجيمينال نيوكليس. الكورتيزون جايز ما يعملش كده، او جايز يعمل كده بس عايز وقت. عموما اني واي احنا دايما بنحب ندي دواء واحد افضل من 20 دواء. يعني ما تقدرش انت ايه تفصل تقول ما انا هدي كذا مع كذا مع كذا. طب في حل تاني، ايه رايك انك تسيب الصداع خالص وتسيب الليله دي كلها وتدي مسكن؟ لا هدي مسكن قوي، هدي مسكن بالميه، هدي حاجه اسمها ليفوبان ضيع. ايه رايك؟ هل ينفع؟ ما هو ضيع البين ولا لا؟ بس الباصور مش زي ما احنا عايزين دايما دواء ايه؟ كل ما كنت متخصص على الحاجه دي كل ما كنت افضل. نقول تاني يا جدعان، يبقى السوماتريبتان والزولمتريبتان انا هلخبطك في الام سي كيو السنه دي في حتتين. هقول لك هما بينبهوا اي ريسبتور حلو؟ واقول لك وان اوف ذا فولوينج از نوت ترو، واقوم جايب جمله ومغلطك فيها. اقول لك مثلا لما بتنبه ال1 بي ريسبتور بتعمل سيريبرال فازو كونستريكشن. اقول له لا، لما بنبه ال1 بي، انما ال1 بي لما بننبهها بتقلل الانفلاميشن اللي في البرين. اتفقنا؟ ماشي الحال. طيب هل ينفع برضو عيان خد السوماتريبتان والصداع ما راحش، يقول لك اخد قرص واثنين وثلاثه وكتر، ولا برضو في خطوره؟ هو شغال على 1 دي و1 بي، طب ولو زاد هيبتدي بقى يلوش على يعمل برضه كونستريكشن بس في البرين، يبتدي بقى في الكورونري ويبتدي في صوابعك زيه زي الاولانيين. يبقى برضه نفس الحكايه، اللي ننصح الناس اللي يمشي على سوبر كتاب ما ياخدش للقرص او للقرص فقط، لان اكثر من كده هنعملها لك في المكان. طب ايه رايك في العيان اللي يقول لك طب اخد سوبر كتان مع ايربوتامين الاثنين مع بعض؟ واحد يشتغل والثاني ايه؟ اخد سوبر كتان مع ايربوتامين؟ لا انا بسالك، افرض ان في عيان جالك العياده قال لك ينفع اما يجي لي صداع يا دكتور اخد سوماتريبتان مع ايربوتامين؟ لا ده كده عمل ايه؟ هيحصل فازوكونستريكشن زياده، هيحصل سيفير فازوكونستريكشن. لا كانها هتتعلم، ما هو الاثنين بيعملوا مع بعض كلمه سينرجيزم،
يعني الاثنين برضه كوليسترول كل واحد بطريقه فيقوموا داخلين على البرين. ده فازو كوليستركشن عن طريق ال1 بي وده فازو كوليستركشن بدايركت ميكانيزم عن طريق الفا ريسبتور. يوم حصل سيفير فازو سباز مش سيبك من الفازو هنا القضيه في الصوابع بنخاف على الصوابع وبنخاف على مين كمان على الكورونري ارتري لدرجه ان مرضى القلب بقى يا بطل نقول له لو جالك صداع نصفي اوعى تاخد لا ده ولا ده خوفا على مين هنا على الكورونري ارتري. يبقى نحفظ بقى ان قديم الصداع النصفي لا تكتب لمرضى القلب لان مرضى القلب عندهم مشكله في الكورونري ارتري ودول بيعملوا فازو كونستريكشن. هتقول لي ما هم في البرين اقول لك ما هو الانسان بياخد كتير لدرجه ان الدواء مش بيلطش بقى على الكورونري كمان فبنخاف على ده. اتفقنا يا شباب؟ ايه؟ لا ياخد مسكن مسكن عادي بقى وما ياخدش حاجه والصداع بقى يسيبه كده مع نفسه لحد ما البرين يتصرف مع نفسه انما ما ياخدش حاجه تعمل فازو كونستريكشن تلطش الكورونري واحنا متنقصين. ماشي الحال؟ طب هل ينفع للي فهمه هل ينفع برضه ادي السوبا تريبتات قبل ما الصداع يحصل؟ لا هو هيدخلك في صداع هو بيعمل فازو كونستريكشن ما يتاخدش الا اذا الانسان دخل في المرحله دي. يبقى لا هو ولا الارجوتامين يتاخدوا الا اذا جالي صداع فعلا غير كده ما ينفعش. امال بقى لو انت عايز تعمل كلمه بروفيلاكسس بروفيلاكسس يعني ايه يا شباب؟ وقايه بروفيلاكسس يعني وقايه. بصوا بقى العالم كله واقف على رجل عشان مرضى الصداع النصفي يقول لك ان الدوائين اللي موجودين في العالم بيعالجوا الصداع بشرط انه يحصل صح؟ انا عايز امشي العيان على دواء لو خده ثلاث مرات في اليوم ما يجيلوش صداع خالص. فجربوا ادويه كتير، كل ما يجربوا دواء ساعات ينفع الدواء. انما تيجي تبص على الميكانيزم ما تبقاش عارف الميكانيزم ايه. ماشي؟ هقول لك مثال. البيتا بلوكر اللي هنكلمك عنها بعد شويه. البيتا بلوكر ادوها للناس لقوا انها بتمنع حدوث الصداع، ما بتعالجوش تمنعه. طب تيجي تسالني الميكانيزم ايه؟ العلم الكتب كلها مش عارفه الميكانيزم ايه. فبتقول انها والله البيتا بلوكر بتمنع حدوث الصداع لكن ما نعرفش الميكانيزم ايه. ده بيسموه ايه ده هتزود كده في الكتاب؟ ده بيسموه امبيريكال ثيرابي. ام اي امبيريكال. امبيريكال يعني نعالج الحاله بس الميكانيزم مش معروف. حلو؟ ده اسمه امبيريكال ثيرابي. يعني هجيب لك سؤال في اي بي سي كيو نص سنه اقول لك ايه ها؟ اقول لك بريفنشن اوف ميجرين اتاك باي بروبرانولول از كلاسيفايد از علم الفارماكولوجي امبيريكال. اختار كلمه امبيريكال. ماشي؟ يبقى ده بيتا بلوكر امبيريكال. طيب في عيله اسمها كانسر شانل بلوكر هناخدها ان شاء الله في الكارديو. بتمنع في ده اسمه فيرابامين. ما تشغلش بالك بالاسماء الوقت لان كلها هيتعاد. دي بتمنع حدوث الصداع بانون ميكانيزم. يبقى برضه امبيريكال. في دواء هنقول اسمه فولونيدين الحصه الجايه بيمنع بانون ميكانيزم. ادويه الاكتئاب اللي اسمها ترايسايكل انتي ديبريسنت بتمنع كل ده بانون الكولونيدين ده احنا كده اللي هو كان الفا تو ستيميولانت. الفا تو ستيميولانت ما هو انت هتيجي تقول لي ايه؟ هو بيمنع حدوث صداع عن طريق الفا تو؟ اقول لك ما انا قايل لك انون اهو ما اعرفش احنا ما نعرفش. ما انت قايل لك انون ميكانيزم يعني هو بيمنع حدوث صداع بس انا ما اعرفش ليه. ممكن السنه الجايه اللي بعدها علماء يجوا يكتشفوا حاجه يقولوا ده هو بيمنع عشان كذا انما لحد النهارده احنا ما نعرفش. طيب برضه هرجع معلش انا اسف ولازم انبهك عشان ما تقعش دي خبرات عشان ما تقعش في نفس الاخطاء. احنا كاتبين الاربع ادويه تقريبا ولا واحد منهم ايه؟ له ايه؟ فيقوموا بقى اللي بيدوا كورسات برضه من بره وعايز يزود بقى عدد الكتاب مين اللي قال لهم بطل يوم كل دواء من دول رازع له الكلام. لكن في البيتا بلوكر اصلا بتعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 الكلوريدين اصلا بيعمل 1 2 3 4 كل الكلام ده خطا لان اذا كان كتاب مدمن اللي هو 8000 صفحه يقول لك انا ما اعرفش يبقى انت كده فاهم. الطالب ايه؟ كاتب ميكانيزمات للادويه اللي تمنع الصداع. حلو؟ ما هو لازم بقى فرحان يجي زميله اللي عندنا هنا يعني ايه؟ يبص على الكتاب يتحسر على نفسه يقول لك انا قريت ده ايه ده يالا؟ يقول له دي لما هنا في الكورس ان دي حاجات الميكانيزمات تحت البروجرامولوجي. انا كده فاهم. طب وايه اللي فات؟ يا كل يوم يزود كل يوم يزود. انا كده انتهيت انا انتهيت انا كده خلاص يعني يا رب دقني ورب في الجامع. لا احنا انا لو عايز ازود لك كلمه جايه في الامتحان هزودها لك. انت بقى ما تزودش حاجه من عندك الله يخليك. لا هتزود هقوم انا صيدك في الامتحان هجيب لك اللي انت زودته والله بايدك بخط ايدك هجيبه لك بخط ايدك كده انت زودته واقوم سالك فيه.
يقول لك ايه يا ترى البيتا بلوكر بتمنع حدوث الميجرين عشان واحط لك اللي انت كاتبه كده ويطلع في الاخر نانو زرافه اللي جابه نانو زرافه يبقى انت كل اللي طالب لها حاجه بقى وكل واحد عارف حاجه لا ده بقى انا اورا ولا بتاع ده بندي العيان اللي هو مرضى الصداع المسك التيبيكال بيقولك انا فصل الربيع كله فصل الربيع من كل سنه راسي ما انا شايف فيها رابط راسي طول النهار وما انا شايف باخد مسكنات في ناس كده اقول له ده فصل الربيع بقى تمشي على بيتا بلوكر كورس مرتين في اليوم لحد ما ايه ما هو اسمه سيزونال هيدك ساعات بيسموه كده لحد ما الفتره اللي تعدي وخلاص زي الحساسيه ما خافش ولا تجيله حساسيه في الربيع ياخد الدواء بتاع الحساسيه في كل لحد الفتره دي وخلاص ماشي ما يخافش احسن لا 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 مش عارف انت جرعات مظبوطه والدنيا الدنيا مظبوطه يعني والا كنا لغينا الرجل مع بعض ماشي يا شباب كده يبقى كده الصداع قصته انتهت خلاص اي مشاكل في الصداع نزلت خلاص تمام يعني لو جالك اخر السنه سؤال بقى ايسي كويشن ايسي يعني ريتن يعني سؤال بخمس درجات اختبر قدره الطالب على الكتابه اقول له كلمني على الصداع باثوجينيسيس وتريت يوم الطالب بادئ بالاول يقول له الصداع النصف ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكيلز كوره بتيجي نتيجه صادر ريليز اوف سيروتونين بيعمل صادر باوز ريستريكشن بيجيب في 30% من الناس والباثو كونستريكشن ده بعد شويه هيحوش ميتابولايت الميتابولايت تبقى عامله باثو دايليتيشن وبيري فاسكولار ايديما وادخل في صداع كده خد درجه من خمسه قلت له درجه على الباثو جينيسيس بعد كده اربع درجات اقول له طب والعلاج يقول لي والله لو حصل اكيوت اتاك انا دلوقتي اكيوت اتاك جالي ميجرين انا عندي دوايات اقدر اعالج بيها ايرجوتامين اللي هو بيعمل سيريبرال باثو كونستريكشن على الفا ريسبتور ولازم اخد معاه قهوه ولازم اخد فوره او سوماتريبتان اللي شغال على السيروتونين ريسبتور واشرح النظريه هديك على ده درجه وده درجه يا بطل كام درجه دلوقتي حسهم ثلاثه ويكلمني على البروفيلاكسس يقول لي اربع ادويه هديله على كل واحده نصايه يبقى كده خمس درجات انا بعمل مود الانسر انا بعمل مود الانسر بقى لي خمس سنين مود الانسر هم يحطوا الامتحان ويقولوا لي خد بقى الايه مود الانسر بالربع بالربع والله الامتحان يرفع حط المعلومه وجنبها ربع ثلاث ارباع كده بيطلع عينينا في اللجنه عشان هم مش في فراغ ماشي يا شباب طيب ارجع بقى لقصه ارجو كانوا كام ارجو كانوا اربعه استنى اول واحد كان اسمه ارجو تامين وابن عمه خلاص الثاني كان اسمه ارجو ايه جرين ده بتاع مين ده؟ ده اللي بيروح ينبه الفا فين؟ اليوترس هيعمل باظه كونستريكشن في اليوترس قالوا طب ما حلو قوي طب ما نستخدمه لحاجه في اليوترس قالوا ايه يعني؟ قالوا الست لما بتولد استنى بس يا باشا الولاده ثلاث مراحل ثلاث مراحل اول مرحله ان السيرفكس يفتح ده مرحله اولى بتاخد خمس ساعات وبعد ما السيرفكس يبقى فولي دايليتد يبتدي الدكتور النساء يولد الطفل الولد اه خلاص دي مرحله ثانيه الكلب نزل اهو بعد ما العيل نزل نمد ايده لو عيل نزل يقوم قال جاي كده قطع كده يقوم مشبك على الفرد وقطعه وفصل العيل من الدين الحكيمه ولا نشوف اي فوطه وهو بقى مع الام يقوم داخل ايده مشمر دي بتبقى في بالك اليوترس في الولاد العام كده اهو زي ايد التليفون كده هو مشمر ان شاء الله مشمر كده يقوم داخل بايده يقوم داخل عامل فرينج حاجه اسمها بلاسيما تبقى لازقه كده لازم بايده ما ينفعش اي حاجه لان لو شد الكورد وحط فيكم شد الكورد شد الكورد هيبقى عامل حاجه اسمها ايفالشن يوم الكورد طالع وسايب دي او سايب حته ولو حته فضلت في البلاسين تفضل تنزل فلازم دي مالهاش حل لازم يدخل بايده ويتاكد بصوابعه ان كل البلاسينتا ايه هي؟ اقوم ايه؟ اول ما بيشيل البلاسينتا ايه اللي بيحصل؟ الست بتنزل ما هو بيعمل التاتش الناس ده اللي انتوا بتسموه بوست بارتم اذا كنت سمعت الكلمه دي بوست بارتم هيمورج قالوا الله طيب ما هو الدكتور كده ولا كده هيدخل ايه يشيل جبس لو ست هتنزل صح وانا عندي دواء في الفارما بيعمل ميتايل فازو ده متخصص على اليوتر اسمه ايربوميترين او الميتايل بتاعه عشان كده دايما دكتور النساء يدخل يجيب البلاسينتا وهو بيجيب البلاسينتا كده بعد ما جابها على طول يقول للمساعد بتاعه ايه ادي حقنه ايه اسمها الميترجين ادي حقنه ميترجين 2 مللي جرام بسرعه عشان يعمل ترايد باد ايه دايما المساعد بتاعه اسمه بيليا فيليا بقى ساعات يدخل السجن ليه؟ ليه بقى فيليا ساعات يستعجل فساعات يقوم مدي ايرجو مترين ده بتاع اليوترس ده قبل ما البلاسين ده تنزل يعني هو كده يقول لك ايه هو كده ولا كده اصل انا حافظ الشغل الوقت يدخل ايده
ويجيب البلاستيد تقول لي ادي الايربود الاول يوم قبل ما البلاستيد تخرج. طب يا بيلي دلوقتي انت لو تدي الايربودين قبل ما البلاستيد تخرج هتقوم عامل يوتراين ها مش بس فازر كونستريكشن اليوترس نفسه يا بيه بيقوم بيحصل له سباز كده الدكتور ما عادش يعمل البلاسينتا والله بيعرفش يجيبها بيعرفش خلاص ده كده مش بيسجل الله هو يصرف ايده عادي مش للدرجات لكن البلاسينتا عادش خارجه. طب يا باشا البلاسينتا بقى اللي ما عادتش خارجه دي عارف عقوبتها ايه؟ طب عارف علاجها ايه؟ علاجها انك تشيل علاجها انك تشيل يوتر صح والام دي وجوزها هيروحوا لضابط الاطباء يقدموا شكوى والشكوى دي بقى فيها رد ان فيها فصل فيها شطب من السجلات فيصاب الجدول الاخراني يتشطب منه طبعا بقى شغل السعوديه بقى زي المطاريد كده او في اي حته ثانيه انت شطبت من النقابه خلاص يعني دي شغل مساعد بقى مش حاجه لا بيسموه ايه بقى سموه خطا جسيم ودي لو حصلت في امريكا خلاص الشخص لا لا يسمح له ممارسه مهنه طول عمره يروح يقعد عند سبوم ويعمل اي حاجه ينفع برضو كل عندهم هيموفيليا هيموفيليا؟ لا هيموفيليا ليه؟ لا لا هيموفيليا قصة تانية بس ده اسمه حاجة تانية اسمه ترانكسيبك اسيد حاجة تانية خالص انا كلمت على الوضع الطبيعي هجيب لك السؤال بقى اسمه اكسبلين فصل يا حضرتك هقول لك الايربوتامين بتاع الصداع مصر بيه جيب الايربو هواي الارجومترين بتاع اليوترس اتمشي بيه جدا اكتر بديليفر من البلاسينتا ما تستعجلش يعني في موضوع الصداع ادي بدري انما في موضوع الولاده ما تستعجلش طب ليه؟ هقول له اصل بتاع الصداع الابزورب بتاعه بطيء فانا لازم اخده قبل الصداع بساعه اللي هي فرحات الاورا على ما يشتغل انما في موضوع اليوترس ده الدواء بتاخد حقن الايميديت التاثير بتاعه الايميديت فور على طول فور على طول الجين ولو اتسدت بدري هتقوم لبعض سبازم في اليوترس وريتند بلاسينتا وخلاص البلاسينتا نص ليفر. ايه الابورشن؟ لا هو الارجوتين بيعمل الدراين كونتراكشن بس عشان في الابورشن انت محتاج حاجه الابورشن الاول كام شهر عشان اخدمك يعني السكتة يا حامل في كام شهر على حسب لو متورط اول اربع اسابيع جاي يا محمد غير الثمانيه الثانيه عدد 20 اسبوع اذا الست كانت وصلت لانها حامل بعد 20 اسبوع ما عادش ينفع انك تدي اي دواء من دول ليه؟ لانك هتدي دواء من دول الجانب اقولي يعني متكون وبعدين محتاج حاجه تعمل سيرفايكال دايليتيشن الاول الايربوتامين ما بيعملش سيرفايكال دايليتيشن بيعمل كونتراكشن في البودي انما ما بيفتحش دي فلازم تبقى دي مفتوحه اصلا كده وتدي انت الايربوتامين بقى عشان هو مش بتاع ولاده اذا انت عايز تولد بقى بجد واحده هي فيسيولوجيكال في دواء انتوا خدتوه زمان في الفيسيولوجي اسمه اوكزيتوسين. اوكزيتوسين بقى ما زي ايه؟ ده بقى بتاع الولاده او بتاع الابورشن ده بيقوم ضاغط على اليوترس وفاتح السيرف كل ما اكتر لكن الارجومترين ما بيعملش كده الارجومترين بيعمل كونتراكشن وخلاص ما بيفتحش السيرفكس فده بتاع البوست بارتر هيموريدج مش بتاع الولاده. طيب الارجوتوكسين بيستخدم ولا لا؟ الارجوتوكسين طب انا مستخدم اخوه هو الهايدرو الماده كان شخصيته ايه ده كان الفا بلوكر صح وبيعمل غاز ايه واكثر في الفريم سريبرا قالوا طب ما تديني الناس اللي عندهم حاجه اسمها سيلاين ديمنشيا اللي هو العتح اللي يجي بعد مع كبر بعد مع السن نفس الشخص ينسى يبتدي ينسى وعنده حاجه اسمها سريبرال انسفشنسي insufficiency يعني الدم مش واصل كويس يمكن انك ما عرفتش انت النضاره فين ويجي الدكتور انا بنسى كتير قوي يا دكتور فالدكتور ما بنسى بس ده بنسى اكتر يقول انا بحط النضاره ما اعرفش فين احط المحفظه ما اعرفش فين طول النهار انسى ده بيحصل بعد سن 60 او 70 سينايت او سيريبرال insufficiency يعني قصور في الدوره الدمويه فلو انت فاكر ان دي الاجهزه خصوصا في المخ واللي بيعمل بازو ديليجيشن هو ده صح في دكتور بقى مش مذاكر فارما يقول لك هو مش مذاكر الله يقول لي طيب يوم جاي له عيانه مره عندها صداع نفسي يقول لي حضرتك هي بتسكر. طب ده هي جالها صداع من فازو دايليتيشن وهو مش فاهم ان ده فازو دايليت وفاهمه زي بعض. عيلة الارجو كتير كل واحد غير الثاني الاولاني بيعمل سيريبرال فازو كونستريكشن الثاني يوتراين الثالث سيريبرال فازو هو عاطيك الله فيه. الاخراني بقى خالص اسمه ايه؟ برونكو تريبتن
البروبو كريبتين بيروح يثبت الدوبامين ريسبتور. حلو يا باشا. طيب الدوبامين ريسبتور موجوده في المخ عندك في اربع علاج. هناخد منهم مكانين بس على الاقل. موجوده في البيتويتر جلاند. سمعت عن البيتويتر جلاند؟ فيها دوبامين ريسبتور. وسمعت في البيرين على حاجه اسمها بيزا الجانجليا؟ فيها دوبامين ريسبتور وفيها مكانين تانيين ليمبيك سيستم وما اعرفش ايه تاني. والبومن انتسنت. بس لقينا ان الدوبامين اللي موجود في البيزا الجانجليا لو نقص العيال بيجي له مرض اسمه باركنسونيزم. في الترم الثاني ان شاء الله في الترم الثاني هكلمك عن علاج اسمه مرض باركنسونيزم وعلاج. بس مبدئيا تبقى عارف ان الباركنسونيزم بيجي نتيجه قله الدوبامين فين؟ في البيزا. العلماء قالوا طب ما نعالج بدوبامين، مش الدوبامين ناقص هتدي دوبامين؟ فقاموا قالوا لهم الدوبامين ده كاتيكولا مين؟ بازل بوسموس بلازمات برين بارير. فقالوا طب ما تشوفوا لنا دواء يكون بيشتغل بديلا عن الدوبامين. فقالوا اهو في من عده الارجون واحد اسمه ايه؟ بروموكريبتين بينبل الدوبامين ريسبتور. اما ينبل يحل محله ولا لا؟ فقالوا طب يبقى البروموكريبتين نعالج بيه باركنسونيزم ولا ينفع؟ لان هو مش كاتيكولا مين؟ هو دواء بيعالجه. هذا واحد. طب اقول لك حاجه ثانيه، الدوبامين هنا في هنا هرمون بنت اسمه برولاكتين لو فيها تعدي. حلو؟ حلو؟ طيب تبقى عارف ان البرولاكتين والدوبامين اعداء. فين؟ الدوبامين بتطلع برولاكتين بتاع اللبن ده. العدو بتاعه الدوبامين. حلو؟ دول اعداء. اذا غاب القرص طلع بيفضل، لو واحد فيهم مرتبط تاني ما يبقاش موجود. طيب اتفاجئنا ان في ناس عندهم هرمون البرولاكتين عالي جدا وعامل للست انفرتيلتي. الفتيلتي اللي هو عقد وتيجي تعمل تحليل نكتشف ان البرولاكتين عالي. طب البرولاكتين عالي ليه؟ يقول لك البيتوت بتطلع كتير قوي. طب بتطلع كتير ليه؟ قالوا اصل الدوبامين ناقص. لو كان الدوبامين عدل كان اداله على دماغه الاثنين اعداء. كان زمان الدوبامين اداله على دماغه ووطاه. قالوا طب ما برضه نعالج ده نعالجها بالبروبوكريبتين ده ولا لا؟ كده ولا لا؟ ما هو دوبامين اجونس هيروح للبيتوتري يشتغل مكان الدوبامين يقوم مد البرولاكتين على دماغه. يبقى يا باشا كده انا عندي اربعه انبوت انكلود كل واحد فيهم استخدام ولا لا؟ الاولاني بتاع الميجرين، الثاني ساعة البوست بوست ميموري، الثالث بتاع السيريبرال انسفشنس اللي بيحصل مع كبار السن، الرابع بتاع الباركنسونيزم والهايبر برولاكتينيا لانه بيخفض البروتين. طيب اخر حاجه، طبعا انا هسال في الموضوع صغير ثاني بعد كده عشان بس قبل ما تمشوا يعني احنا قدامي بالظبط 210 دقيقه يعني حطوا بس مقدمه عن الديتا بلوكر. مقدمه ازاي؟ بس قبل ما ادخل على الديتا بلوكر معاك سينايل سيريبرال انسفشنس العيان كبير في السن والدم متوصل للمخ كويس فبينسى كتير بينسى كتير مش مركز يبقى دايما بينسى مش بنديله دواء زي اسمه بس هو هايبرجين الدواء الثالث ده اللي هو اسمه داي هايبرجوتوكسين اسمه في السوق التجاري هايدارجين اسمه هايدارجين عارف اسمه العلمي اسمه داي هايبرو ارجوتوكسين اسمه التجاري كده اللي بيجي لنا عنده سيريبرال انسفشن اسمه بيكتب له هايدارجين قرص صباحا ومساء بس في ناس ما بتفضلوش يقول لك يا عم ليه؟ في ان شاء الله لما يدخل سي لسه هقول لك ادويه متخصصه للقرص انما انا بكلمك ايه ده كلام عام اسمه اوتونوميك الادويه اللي بتنفع في اي حاجه لكن في دلوقتي اصبح كل مرض له ادويه متخصصه جدا. يعني مثلا باركنسونيزم انا قلت لك ان البروموبريتين ينفع لكن يبقى انا عندي النهارده الباركنسونيزم ترسانه ادويه احلى منه 100 مره. اما نروح نسال نفسي ده تمام. طيب واحده حامل في السعوديه وكانت ما بتخلفش بقالها 20 سنه وتعبت على ما بقت حامل وبعدين راحت للدكتور جالها صداع بس راحت حصل فعلا راحت للدكتور قام كاتب لها ايرجوتامين بتاع صداع نصفي ايرجوتامين ايوه فزميله بيقول له بس دي حاله وفي خطر على اليوترس قال له لا ده الايرجوتامين ده بتاع البرين اللي كان بتاع اليوترس كان اسمه ايرجوتامين فقال له بس هو ما هو ممكن الست تاخد اوفر دوز ويفقد ايه؟ يلوش على اليوترس قال له لا الفارما ما قالولناش كده الفارما قال له بتوع البرين ده بتاع لا يا مع الهاي دوز انا قلت لها الست دي فعلا خدت دواء صداع فعلا دي قصه واقعيه الست دي خدت دواء صداع فعلا وخدت جرعه زياده قامت فاقده السلكتيفيتي واحد ملطشه في اليوترس وجابت لها اجهاض وهي كانت بقى لها 20 سنه بتاخد ادويه عشان تتحامل وطبعا الدكتور ده كان مصري وكانت فضيحه من حاجه حاجه كان الدكتور عمل دكتور هشام كان زميل الدكتور هشام في السعوديه عايز اقول لك ان اول خطر
اي فريد المؤسس ماشي. اول حاجه ان دي الادويه دي ما تتقبل، او المشكله ان هل بتعمل ابورشن ولا لا؟ بقول ده فلان يقول لك لا يا باشا ابعد عنهم كلهم او ارجوك، لان كلهم بيغيروا السلكتيفيتي وكلهم بيلوشوا من الاخر على كل حاجه، ابعد عنهم. طب واحد جاي لك بمشكله في ايديه وصوابعه دايما تزرق في الشتاء اللي هو بيسميها بريفرال ماسكولار ديزيز، هتقول لي ما هي الادويه دي كان فيها بعض واحد بازو دايليتو، هقول لك ماشي استثمر بازو دايليتو، لكن الثلاثه الباقيين لا، لان برضه ممكن لو زادوا يعملوا بازو كونستريكشن بره في اي حته. واحد عنده مشكله في القلب هتقول له اديله دواء صباع النص، هيقول لك ما ينفعش، ما هو برضه هيسيب المخ ويروح يعمل ماسك كده ولا ايه؟ لا يعني خليك وضعك يعني. واحدة عندها صباع نص ماشي الحال، واحدة عندها 50 سنة ما هياش حامل بتاعي دواء، انما واحدة عندها في الشايد بيرنج ايج وهتبقى حامل في اي لحظة وبيجيلها صباع نص، هتقول لها هكتب لك الفيتامين، اما يجيلك صباع خدي قرص واثنين بس يا ستي، لو بقيتي حامل في اي لحظه ممنوع الادويه دي. كلمه هتقولها، انما اللي بيحصل بديك بروشيتا والعيال بيمشي مش عارف بيقول ايه، ماشي وبروح بقى لسه مش عارف ايه لو ماشي يا باشا كفايه بالصفحه دي انا اول صفحه بص وارد في البريد ده كده في الدلع.